السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية، إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد. وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. هذا الفيديو هو الجزء الثاني لأملاح القدمين. الجزء الأول تلاقونه في صندوق الوصف، والتي تعتبر كمشروع من المنزل أو ممكن عمله كهدايا للأصدقاء أو الأقارب. أول نوع من الأملاح استخدمت فيه نصف كوب ملح البحر، والأفضل استخدام ملح إبسوم، وزيت الورد الأساسي، وبتلات ورد، ولون طعام أحمر. ويستخدم نقع القدمين للمساعدة في علاج تشقق القدمين وتقليل الآلام وأظهار بعض الحب لقدميك. والأفضل دائما الابتعاد عن المكونات التي تحتوي على مواد كيميائية، والاتجاه لاختيار مواد عناية بالبشرة طبيعية وعضوية بالكامل. يجب الملاحظة أن الزيوت الأساسية شديدة التركيز، لذلك اقرأ التعليمات الموجودة على العلب قبل الاستخدام. وتحمل الأقدام الكثير من الوزن على مدار اليوم، كما أن ارتداء الأحذية يعني تعريضها لضغط إضافي، لذلك نقع القدمين في ماء دافي وأملاح وزيوت أساسية يزيل التعب والتورم بسرعة، ويجعلك تشعرين بالاسترخاء والاستعداد ليوم عمل جديد. وممكن إضافة خل التفاح إلى ماء نقع الأقدام، حيث يساعد على تقشير الجلد الميت ومكافحة الفطريات والروائح الكريهة. والنوع الثاني من الأملاح يحتوي على شاي البابونج، حيث يعد أفضل أنواع شاي الأعشاب الممكن تناولها قبل النوم، ويمكن استخدامه لنقع الأقدام لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد في ترطيب القدمين وشفاء الجلد الجاف أو التالف. ومن فوائد بيكربونات الصوديوم للبشرة تهدئة تهيج الجلد وحل مشاكله والأمراض المرتبطة فيه، وعلاج التهابات المفاصل، وتخفف من الحكة عند التعرض إلى لدغات الحشرات، وترطب البشرة وتزيد نعومتها، وتعالج حروق الشمس، وعلاج رائحة الجسم الكريهة وخاصة روائح القدمين. ومن فوائد إكليل الجبل أو الروزماري تجديد خلايا الجلد من خلال تدليك البشرة بزيت إكليل الجبل لتوحيد لونها وزيادة ترطيبها بطريقة آمنة وطبيعية، ويحافظ على صحة البشرة ويزيد جمالها، ويحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ومعقمة، ويزيل الشوائب من البشرة ويفتح المناطق ذات البقع الداكنة، ويكافح شيخوخة البشرة وعلامات التقدم في السن.
النوع الثالث من الأملاح يحتوي على مجموعة من الأعشاب ومن ضمنها المرامية. ومن فوائد المرامية أنها تنشط الدورة الدموية وتحفز الخلايا على التجدد، كما تتميز بغناها بفيتامين A ومعدن الكالسيوم اللذين يساعدان على تجدد الخلايا، كما أن المواد المضادة للأكسدة فيها تكافح الضرر وتخفف من التجاعيد والخطوط الرفيعة وغيرها من علامات الشيخوخة، وتمنح البشرة النضارة والصفاء، وتنقي البشرة من الحبوب، وتعالج خطوط السلولايت، وتساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت، ومن ثم تجديد البشرة ونضارتها. ويستخدم منقوع أوراق الميرامية مثل الديتوكس طبيعي للجسم والبشرة بتخليصها من السموم والشوائب الضارة، وتنظف البشرة بصورة ملحوظة خاصة عند استخدامها كغسول للوجه، وهي معطر طبيعي للجلد لرائحتها الطبيعية والقوية، وتخفف من الالتهابات والإحمرار والحكة والفطريات التي تظهر على البشرة نتيجة التعرض للعدوى أو لأشعة الشمس الضارة. أما فوائد اللافندر للبشرة، ينقي البشرة من السموم الموجودة فيها، وينشط الدورة الدموية في البشرة، ويعالج الإكزيما، ويخفي أثار لدغات الحشرات، ويعالج حروق الشمس، ويمنح البشرة تغذية عميقة، ويجدد خلايا البشرة. وتحتوي هذه الأملاح على زيت شجرة الشاي الأساسي المعروف بقوته المضادة للبكتيريا وتعزيز الطاقة وتهدئة وإرخاء العضلات المتعبة. أما فوائد إكليل الجبل ذكرتها في الأملاح رقم 2، ويوضع في ماء دافئ نصف كوب من الأملاح، وممكن إضافة نصف كوب خل تفاح لهذه الأملاح، وتوضع فيها الأقدام لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، ويفضل فرك القدمين بليفة ناعمة ثم وضع كريم عليهم ولبس الجوارب. وممكن عمل هذه الأملاح لنفسك أو إهدائها للأقارب والأصدقاء أو عملها كمشروع من المنزل، حيث يعد مشروع أملاح نقع الأقدام من المشاريع الناجحة. في آخر الفيديو في صور لطرق تغليف الأملاح، وتوضع الأملاح في زجاجات أو أكياس بلاستيك، ويوضع عليها ورقة مكتوب فيها مكونات الأملاح ومدة الصلاحية. أما مدة صلاحية هذه الأملاح 6 شهور، وذلك لعدم احتوائها على مواد حافظة. والأفضل تسمية الأملاح، مثلا أملاح بالورد وأملاح بالأعشاب وأملاح للاسترخاء. النوع الرابع من الأملاح يحتوي على ملح الهملايا، وتوجد عدة ألوان لملح الهملايا مثل الأبيض والوردي، ويظهر على جبال الهملايا طبيعيا، ويغطى بالثلج والحمم البركانية والجليد. ومن فوائد ملح الهملايا علاج الإكزيما والصدفية، ومصدر للمغنيسيوم، ويقلل الشعور بالتوتر والإرهاق والألم عند استخدامه في البانيو. ويتميز ملح الهملايا بخواص المضادة للبكتيريا، ويزيل ملح الهملايا الخلايا الميتة، ويصل إلى الطبقات العميقة لتنظيفها بصورة أفضل، فهو مقشر جيد ويجدد الخلايا ويزيل انسداد المسام ويقلل من مظهر الخطوط الرفيعة، ويساعد في التخلص من الفطريات والفيروسات والبكتيريا المسببة في الكثير من الأمراض، ويمكن التخلص من التوتر العصبي والشد العضلي الناتج عن إرهاق اليوم، حيث يساعد على ارتخاء العضلات. وملح الهملايا غني بالمغنيسيوم، كما أنه يحفز إنتاج الكالسيوم، وبالتالي يدعم صحة العضلات، فكل من المغنيسيوم والكالسيوم ضروري على حد سواء لضمان صحة العضلات، ويحتوي على البوتاسيوم الضروري لعمل العضلات بكفاءة. وأضفت لهذه الأملاح بهارات فطيرة اليقطين حتى تكون أملاح موسمية وخاصة بفصل الخريف. ومن ضمن هذه البهارات القرفة. من فوائد القرفة للبشرة مضادة للجراثيم، وتعمل على مكافحة البكتيريا وتحسين المزاج، وذلك لاحتوائها على الرائحة العطرية التي تنتشر في الهواء والتي يمكن أن يتم امتصاصها في الجلد وتنفسها، حيث تعمل على تحسين النوم وتخفض من الاكتئاب والقلق.
وتعتبر مادة حافظة، حيث أن الخصائص المضادة للبكتيريا تجعلها بديلاً آمناً وفعالاً للحفاظ على المنتجات وزيادة عمرها الافتراضي. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل. مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.